قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. فقوله عز وجل وما أنفقتم من نفقة، ماء هنا ماء شرطية اسم شرط، وجواب الشرط فإن الله يعلمه. وقوله من نفقة هذه نكرة في سياق الشرط، فتعم أي نفقة، بل زيدت منه، لأن الأصل وما أنفقتم نفقة أو نذرتم نذرا، زيدت منه للتأكيد على هذا العموم. فإذا كانت نفقة العبد يعلم بها جل وعلا ويؤكد عليها بهذا العموم، إذا كان عالما بها دعت المسلم إلى ألا ينفق وألا ينذر إلا فيما يحبه الله عز وجل، فيصبح هذا الإنفاق وهذا النذر عبادة يمتدح صاحبها. فقوله عز وجل فإن الله يعلمه، أنه عز وجل علق هذا النذر على علمه، وأن علمه جل وعلا محيط بنذر النادر، فلا يستفاد من هذا التعليق إلا لكون هذا النذر محل علم منه جل وعلا يجازي به الموفي للنذر وعدم الموفي له، وإلا فهو يعلم عز وجل قبل أن ينذر الناذر وقبل أن ينفق المنفق، هو عالم بكل شيء. فدل على أن الله عز وجل إذا ذكر علمه على عبادة دل على أنها محل علمه الذي يجازي به، والأمثلة على هذا كثيرة. قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هذا العلم علم يترتب عليه جزاء وحساب، وإلا فهو جل وعلا عالم بمن سيتبع النبي عليه الصلاة والسلام أو من لم يتبعه قبل أن يخلق الخلائق. قوله تعالى وما للظالمين من أنصار، نقول ما مناسبة ختام هذه الآية بهذا الكلام ما للظالمين من أنصار؟ إذا نظر إلى ما قبلها من آيات، فإن تلك الآيات التي سبقت هذه الآية تتحدث عن الإنفاق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والأمر بالفحشاء كما قال بعض العلماء هو منع الزكاة، ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليه يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم ذكر عز وجل النفقة وأن علمه جل وعلا محيط بهذه النفقة، فمن قصر في هذه النفقة فهو ظالم إما لنفسه وإما ظالم لغيره من الفقراء، فيكون قد وقع في الظلم، وإذا وقع في الظلم فإن الله عز وجل يجازيه على ظلمه ولا يكون له نصير ولا معين يوم القيامة.